يوم عرجت فيه روح علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الملأ الأعلى الذي ظل منشدا إليه كل حياته، ولم تشغله عنه الأرض بكل ما تزدحم به من مغريات وملهيات وصراعات وتنافسات وتحديات. الملأ الذي كان يعيش على الأرض وهو من أهله، متخلقا بأخلاقه، محلقا بروحه في أجوائه، يعبد معبوده ويسابقه في الإخلاص إليه، لا يرضيه إلا ما يرضيه ولا يغضبه إلا ما يغضبه. ومن هو الظالم؟ شعوب تقول لن نركع إلا لله، أو حكومات تقول لشعوبها كونوا عبيدا لنا. شعوب تقول الوطن للجميع، الثروة للجميع، الفرص البناءة للجميع، أو حكومات تقول كل شيء لنا. شعوب تقول أن حكمها إنما يكون برأيها ولا تقهر عليه أو ولا تكره عليه، أو حكومات تقول لا رأي إلا رأينا. شعوب تصر على أخوة أبنائها ومساواتهم في الحقوق والواجبات، لا تميز بينهم إلا الكفاءة والأمانة، أو حكومات تصر على التمييز تفريقا بين الإخوة وإشعالا للفتنة وإحكاما للقبضة على الشعب. شعوب تقول ولدنا أحرارا ويجب أن نبقى أحرارا، أو حكومات تقول ما أنتم إلا رقيق. شعوب تقول لا بد لنا من التمتع بالأمن الداخلي في أوطاننا مع الحياة الكريمة التي تتسع لها موارد الوطن، أو حكومات تخير شعوبها بين لقمة العيش الشحيح الذليل وبين السجون وسيول الدماء. وهل لشعب البحرين مطالب غير هذه المطالب الحقة من مطالب الشعوب؟ وهل كل القسوة والعنف والإرهاب الذي تواجه به السلطة الشعب، وكل التنكر للدين والقيم الخلقية ومواضعات المجتمعات الإنسانية الكريمة الذي يعامل على أساسه هذا الشعب إلا من أجل هذه المطالب التي أصبح أمرها مسلما في مختلف أقطار العالم؟ ماذا يقول العالم في من يطالبون بالمواطنة المتساوية، بأن يكون للمواطن حق اختيار ممثليه النيابيين بصورة حرة كاملة غير منقوص كاملة غير منقوصة، وبتمثيل متكافئ لا يعطي لعشرة آلاف أن يمثلهم عشرة، ولعشرة آلاف من إخوانهم المواطنين لا يمثلهم إلا واحد؟ في من يطالبون بحق الاختيار لحكومتهم باستقلال القضاء في وطنهم الذي إنما يكفله اختيار من يمثل الشعب لجهاز القضاء؟ في من مضت على مطالبته بحقوقه سنون وعلى حراكه الأخير في هذا الاتجاه أكثر من سنة ما يقرب من سنة ونصف السنة ما يقرب من سنة ونصف السنة وواجه على هذا الطريق ألوانا وواجه على هذا الطريق ألوانا من العنف والإرهاب والعذاب على يد السلطة عقوبة لجهره بكلمة الحق ومحاولة لتطويعه على حد ما يكون عليه العبيد، ولا زال كل علمائه ورموزه يصرون على التزام السلم ومواكبته إلى الأخير. ماذا يقول العالم في هؤلاء؟ مخربون، مفسدون، أهل عنف، إرهابيون، عملاء متآمرون كما تقول السلطة؟ لا يقولها إلا نصير للظلم، عدو للعدل، معاد للدين، بعيد عن القيم، خارج عن الإنسانية والخلق القويم. ليس للشعب إلا خيار واحد، وليس أمامه أكثر من خيار حسب ما تحتمه الضرورة،
ما يوافق عليه ما يوافقه الحق ومصلحة الوطن ولغة العقل ويدعو إليه الدين والضمير. الخيار الذي لا بديل له هو الاستمرار في المطالبة بالإصلاح القادر على أن يقدم حلاً ناهضة يتكفل بإنهاء الأزمة وبصيرورة الأوضاع قابلة للاستقرار والعيش المريح لجميع مكونات الوطن إلى مدى طويل، بدل تعرض الوطن إلى ضربات زلزالية متوالية بفواصل زمنية قصيرة في ظل حياة قائمة على اختلال الموازين تلغي قيمة الشعب وتدير ظهرها لإرادته. وإذا كان النظام مقتنعاً بقيمة الشعب وحقه في تقرير مصيره واختيار خط حياته ولون سياسته ومؤسسات حكومته ومؤسسات حكمه، فعليه ألا يراوغ في الاستجابة للمطالب الإصلاحية العادلة الكافية، وألا يكلف الوطن الكثير لحساب تعطيل الحل، ويتوقف عن هذا الإسراف في الظلم وانتهاك الحرمات والتمادي في معاداة الشعب واستفزازه، والعمل على تصعيد الأمور وتراكم الأزمات واستفحالها. وإذا أصر أن يكون السيد المطلق الذي يحكم مجموعة من العبيد ويتحكم في مصائرهم، وهو يعلم أن الشعب شديد الإباء لأن يسمع ولو كلمة واحدة في هذا الاتجاه، فضلاً عن أن يقبل النظر في كلام من مثل هذا النوع، فهو لا يختار لهذا الوطن إلا أن تطول محنته حتى تأتي عليه، ولا يبرهن بذلك إلا على حالة سافرة من الخروج على موازين العقل والدين والمواثيق والأعراف الإنسانية وكرامة الإنسان والمصلحة الوطنية، ولا يسجل بما يذهب إليه من هذا الرأي فيؤدي إلى الفتك بحاضر الوطن ومستقبله إلا عدم الأهلية لتحمل مسؤولياته. وللعلم فإنه لا علاقة للحراك السياسي الإصلاحي في البحرين من حيث الاستمرار بتقلبات الساحة العربية ومآلات حركاتها وثوراتها، فالحراك هنا مستمر رغم كل شيء، انتصر هذا أو ذاك، لم ينتصر هذا أو ذاك، نجحت هذه الثورة أو لم تنجح. نعم، فالحراك هنا مستمر رغم كل شيء وملتزم بمساره السلمي مهما كانت التقلبات. الحراك المطلبي السياسي الإصلاحي في البحرين لم ينتظر بدايات التحرك في تونس التي انطلقت منها الحراكات والثورات العربية الأخيرة، وإن كان قد تفاعل معها واستمد منها. وعندما تصاعد أسلوب الرد الشعبي في بعض الساحات العربية على عنف الدولة، بقي العلماء والرموز السياسية هنا يعلنون ويصرون على الالتزام بالأسلوب السلمي، ولا زالوا كذلك. فالشعب هنا لن يرفع يده عن مطالبه الإصلاحية العادلة الكافية، ولا عن سلمية الحراك، من غير أن يربط شيئاً من هذين الأمرين بمآلات ما يحدث خارج البحرين من ثورات وتحركات. وأمر آخر أشير إليه في هذا الحديث، وهو أنه صار مألوفاً ومكشوفاً أنه في كل مرة نقترب فيها من فتح ملف البحرين في منظمة من المنظمات الحقوقية أو السياسية العالمية، ينشط على لسان السلطة وفي صحافتها وإعلامها ذكر لغة الحوار لغرض دعائي خارجي، يدرأ النقد وإعلان الحقيقة أو اعتماد أي قرار يصب في مصلحة الشعب ومطالبه الإصلاحية الثابتة. وهو أسلوب لا بد أن يفقد قيمته الداخلية والخارجية في ظل تكراره بصورة هازئة هزيلة. ولا شيء من هذه الأساليب له جدوى، والجدوى كل الجدوى في الإصلاح العملي الجاد.
وأي دعوة للحوار ستكشف عن زيفها لو جاء 14 من أغسطس لإبقاء العلماء الأجلاء والرموز السياسية الأوفياء داخل السجن استمراراً في ظلمهم وعقوبةً لكلمة الحق التي قالوها في المطالبة بالإصلاح. هذا الامتحان لجدية السلطة وعدم جديتها في الإصلاح يومه قريب، هو يوم 14 من أغسطس.